نعم حقيقة أستاذ مقداد، بالفترات الماضية كان مراضاة، إذا زعل هذا النائب، إذا زعل ذاك الشخصية، إذا زعل على، طبعا الحكي مو بوقت أيام السيد نجم الجبوري، ممكن ما سبق أو أبعد، لكن الحقيقة كانت هكذا توزع، وأكثر ممكن تكون زاد مو من المحافظين، ممكن من بعض الشخصيات اللي كانت بيدها الملفات، وهاي النائبة تزعل، أو هذا النائب هاك هذا بثمانية مليار روح كمل مشاريعك، هذا روح كذا، ما كانت تدار بعقلية أو حرفية صحيحة، لذلك كانت تستغل بعضها للدعاية، دعايات لتصعيد هاي الشخصية أو تلك، بعضها لغرض. نعم نعم طيب لم يستثمر حتى جهد المنظمات في مكانه الصحيح. نعم. لكن بالفترات الأخيرة لا، الحمد لله الأمور طيب. الآن أخذت منحاها، نقدر نقول متوجهة بصورة جميل. تسير باتجاه المرضي.